شأن آخر، رسالة إنسانية من أطفال الكويت حملتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى أبناء اللاجئين السوريين، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الجمعية لهم في لبنان، حرصا منهم على إضفاء البهجة والفرح مع حلول فصل الربيع عقب أشهر الشتاء القارص التي أجبرتهم على المكوث بخيماتهم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ترضى جمعية الهلال الأحمر الكويتي أن يستقبل الأطفال السوريون اللاجئون عيد الطفل وحلول فصل الربيع بطريقة عادية، وإنما أحبت الجمعية أن تضفي على قلوبهم شيئا من الفرحة والبهجة، خصوصا بعد 3 أشهر من الشتاء القارس الذي أجبرهم على المكوث في خيامهم. طبعا بعد مضي وقت شتاء قارص في المخيمات ووجود الأطفال طبعا في الخيام، حبينا هداء من أطفال الكويت إلى أطفال السوريين بس فيهم روح البهجة والسرور والاحتفالية هذه. شكرا للهلال الأحمر الكويتي، شكرا لدولة الكويت، وأنا دائما وعلى شيء نقدم نحن أكبر شكر لقائد العمل الإنساني سمو أمير دولة الكويت. اليوم شاركت مع أخواني من الهلال الأحمر الكويتي والصليب الأحمر اللبناني في توزيع معونات ل200 عائلة من مخيم عكار النازحين السوريين. يوم إنساني طويل جال خلاله الهلال الأحمر على منطقة طرابلس وعكار اللبنانية من أجل تفقد مشروع المخابز، بالإضافة إلى توزيع المساعدات والاحتياجات المعتادة قبل احتفال الأطفال. الخبز هو الوجبة الأساسية لجميع دول العالم يعني، فدولة الكويت وفرت هذا المشروع على أساس يغطي كل الأخوان اللاجئين اللي محتاجين لهذا الغذاء. فرحة غامرة عمت في وسط الأطفال اللاجئين خلال وصلات استعراضية مبهجة مخصصة لهم مع تقديم الهدايا إليهم. لفتة إنسانية جميلة من الهلال الأحمر الكويتي باسم أطفال الكويت إلى الأطفال السوريين الأشقاء لاسترجاع ضحكتهم البريئة بعيدا عن الصراعات والأزمات. مريم حموي، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.